السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام صادق يثير الجدل من جديد حول إمام عاشور، لن يستمر في الخارج وسوف يعود لهذا النادي. واصل الإعلامي إسلام صادق إثارة الجدل بشأن مصير اللاعب إمام عاشور لاعب نادي ميدلاند الدنماركي، وكان نادي ميدلاند قد نفى كل التقارير التي تتحدث عن رحيل اللاعب نهاية الموسم المقبل، وأكد أن اللاعب مستمر بين صفوف الفريق. ويخضع إمام عاشور للعلاج حاليا في مصر عقب إصابته التي تعرض لها في الدوري الدنماركي. إسلام صادق عبر تصريحات له أكد من جديد على أن اللاعب دخل بقوة حسابات إدارة نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه خلال الموسم المقبل، مؤكدا أن إمام عاشور لن يستمر في الاحتراف لفترات طويلة وسوف يعود إلى الدوري المصري من جديد. إمام عاشور الذي رحل عن الزمالك خلال انتقالات الشتاء في يناير الماضي إلى الدوري الدنماركي. ليواصل إسلام صادق الجدل بشأن مصير إمام عاشور ما بين الاستمرار في نادي ميدلاند أو العودة للزمالك أو الانتقال إلى الأهلي أو الانضمام إلى بيراميدز.